السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسية. إلى العناوين: ترقبا لهلال غرة شهر شوال لهذا العام، اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية تلتئم هذا المساء بدار الإمام بالعاصمة لتحري ثبوت الهلال من عدمه. رئيس، أول مرة نحس بأننا رئيس أبو أخ وعم وكل أبناء الجالية الوطنية المقيمة بإيطاليا يشيدون باهتمام وحرص رئيس الجمهورية. وفي النشرة نتابع التسهيلات المقدمة لاستقبال جاليتنا عشية عيد الفطر المبارك، والعينة من ميناء وهران. تبعا لمخرجات مجلس الوزراء، إعادة تأهيل السد الأخضر بأبعاد تنموية واقتصادية بتشجير 400,000 هكتار كمرحلة أولى بولاية الجلفة. ومحطة توليد الطاقة الشمسية بنعامة مؤهلة تتيح فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة. طي ملف برنامج عدل 2 نهائيا في 38 ولاية، والحظيرة السكنية تتعزز بتوزيع أزيد من 800 وحدة سكنية في كل من قسنطينة ويلمة. وفي فلسطين المحتلة، غارات جوية مكثفة على وسط وجنوب قطاع غزة، والمساعدات الجزائرية تصل إلى العائلات الفلسطينية النازحة، ومجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا مغلقا لمناقشة عضوية دولة فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة. بداية، وفي إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى جمهورية كينيا بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم بالعاصمة نيروبي مباحثات مطولة مع نظيره الكيني ميساليا ميدافادي، وتمحورت حول سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وكينيا في مختلف المجالات، إلى جانب التشاور والتنسيق حول تطورات الأوضاع إقليميا ودوليا. كما اتفق الجانبان على تنشيط الإطار المؤسساتي للعلاقات الجزائرية الكينية من خلال تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة ومجلس الأعمال، وكذا تعزيز المشاورات السياسية على كافة المستويات. وفي السياق ذاته، تم التأكيد على الطابع الذي تكتسيه مجالات التجارة والزراعة والصناعة والتعليم والتدريب والطاقة والدفاع والأمن للانتقال بالتعاون الثنائي إلى أسمى المراتب المنشودة. ومن جانب آخر، أكد الطرفان مجددا على تطابق مواقف البلدين وسعيهما المشترك لتعزيز دور الاتحاد الأفريقي في مواجهة التحديات التي تفرض نفسها اليوم بكل إلحاح واستعجال. وفي الختام، جدد الوزيران ارتياحهما لمستوى التنسيق والتعاون بين البلدين، معربين عن تطلعهما إلى الاستحقاقات الثنائية المقبلة كمحطات هامة لإضافة لبنات جديدة في صرح العلاقات الجزائرية الكينية. إنه لمن دواعي السرور البالغ وشرف كبير لي أن أقوم بهذه الزيارة الرسمية التي تعتبر شهادة على متانة روابط الأخوة والتضامن التي تربط بلدينا، كما أن هذه الزيارة هي أيضا شهادة على إرادتنا السياسية وتصميمنا على تعميق وتوسيع العلاقة التاريخية القائمة بين الجزائر وكينيا. ومن موقعها في مجلس الأمن، لن تدخر الجزائر أي جهد في التعبير عن الاهتمامات والأولويات الإفريقية والدفاع عنها، بما في ذلك اهتمامات المنطقة بالذات. عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وترقبا لهلال شهر شوال، تجتمع مساء اليوم اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في ندوة خاصة بليلة تحري ثبوت رؤية هلال شوال لهذا العام من عدمه بدار الإمام بالمحمدية. ومن دار الإمام بالمحمدية يلتحق بنا على المباشر الزميل عبد السلام حباس. عبد السلام، إذن
تلتئم هذا المساء لجنة الأهلاء والمواقيت الشرعية لتحري ثبوت غرة شهر شوال. ضعنا في هذه الأجواء المباركة. نعم، نحن هنا مباشرة من دار المحمدية، من دار الإمام عفوا بالمحمدية، أين ستعقد الندوة العلمية لترقب غرة هلال شوال من سنة 1445. هنا ستجتمع اللجنة الوطنية لرصد الأهلة والمواقيت الشرعية. الندوة ستكون منقولة على كامل قنوات التلفزيون الجزائري بحضور ثلة من العلماء والمشايخ الأجلاء للحديث في هذه المناسبة، وكما قلت ذلك عملا وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا العدة 30. لحد الساعة هذا ما لدينا المزيد من التفاصيل سنوفيكم بها في المواعيد الإخبارية اللاحقة. وهو كذلك إذن عبد السلام حباس، كنت معنا مباشرة من دار الإمام بالمحمدية. وعيد الفطر المبارك مناسبة للتسامح وتنقية القلوب من الشحناء والبغضاء وتقوية أواصر المحبة والمودة بين أفراد المجتمع. وفي النشرة نقف عند فضائل هذا اليوم المبارك مع عبد السلام حباس. رمضان شهر الخير والعطاء والتسامح، ومدرسة لمختلف القيم الروحية والإنسانية والدينية. وعيد الفطر ترجمة لهذه الأخلاق الفاضلة وفرصة للتغافر وصفاء القلوب. ديننا دين يجمع، دين يوحد، دين يجمع الصف، وقد قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. العيد فرصة لأن نتزاور، فرصة لأن نتسامح، فرصة لأن نبدأ صفحات جديدة. تبادل التهاني بين الجزائريين سنة حميدة، وللجزائريين عاداتهم وتقاليدهم بتبادل مختلف أصناف الحلويات تعبيرا عن فرحتهم بعيد الفطر. ديروا الكاطو وروحوا عند جيرانكم، روحوا عند لافامي، اصدموا لهم، باسكو حنا رباونا موالينا على التسامح. تفكروا خاوتنا الفقراء، خاوتنا المساكين، نعاونوا نديروا الخير واش نقدروا، وربي يوفقنا ان شاء الله. نتمنى هذا العيد السعيد يكون للجميع وعلى رأسهم إخواننا في فلسطين في غزة، فنقول: اللهم انصرهم، واللهم سدد رميهم، واللهم ثبتهم، واللهم انصر عدوهم، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. نشر فضيلة التسامح بين أفراد المجتمع الواحد يقوي الوحدة الوطنية ويساهم في كسب مختلف الرهانات. وتجسيدا لقيم التكافل والتضامن الاجتماعي بين أفراد الجالية الوطنية بالخارج، نظمت القنصلية الجزائرية بنابولي بإيطاليا مائدة إفطار جماعي جمعت عددا من الجزائريين المقيمين بمختلف مناطق الجنوب الإيطالي على غرار كاتانيا وباليرمو. بالشهر الفضيل وعملا بتوجيهات سلطات الأهلية في البلاد والرامية إلى تقوية الروابط وقيمة التضامن مع أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالمهر، قامت مصالح القنصلية العامة للجزائر بنابولي وبالتعاون مع الجمعيات الجزائرية الناشطة في مجال اختصاصها الإقليمي لتنظيم مجموعة من الفعاليات ومأدوبات الإفطار في مختلف مدن الجنوب الإيطالي على غرار نابولي، أفيرسا، كاتانيا، فيتوريا وباليرمو. يقوم بنشاط يعني يعني في صالح الجالية. على كل حال نشكره، وأنه يعني على حسب ما نرى يعني هذه تعود إلى توجيهات كل رئيس الجمهورية الذي نشكره وندعمه اليوم وغدا وبعد غدا، ويعني والله 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 وبدون نفاق ولا شقاق ولا نفاق، يعني الرئيس أول مرة نحس بأن لنا رئيس أب وأخ وعم وكل ما يعني ينتبه، وأنا كما نرى القنصلية يعني وكل الحركة اللي تقوم بها وتخرب المواطن، يعني اللي كنا نمشي مسافة يعني بعيدة جدا جدا، اليوم يعني أصبح القنصل أخذ يعني على عاتق كل هذه المشقة ويقرب المواطن إلى بيته. وهنيئا للجزائر على هذه المسيرة، ونتمنى بإذن الله أن يوفق الله هؤلاء الشباب اللي راهم يعني يقوموا بمجهودات جبارة، وهذا هو التغيير اللي كنا نفتش عليه والحمد لله.
وقصد تمكين المغتربين من قضاء عطلة عيد الفطر بأرض الوطن أزيد من 300 مسافر من أفراد الجالية يصلون إلى ميناء وهران عبر باخرة الجزائر 2 قادمين من مارسيليا. مسين حمية. فرحة تترأى لك من بعيد وباخرة الجزائر 2 تحمل آمال وأشواق ركابها من المغتربين الذين يطؤون أرض الوطن لقضاء أيام العيد وسط أحضان العائلة والأحباب. قساوة البعد اختزلتها تعابير المسافرين، والغبط عبروا عنها بثنائهم على التسهيلات التي أقرتها السلطات العليا للبلاد. ليزونفورم عطلة جينا باش نجوزوا العيد مع لافاميتو. مرحبوا بنا الجمارك، الطاقم كله بارك الله فيهم. كان استقبال جيد يعني، الله يبارك الحمد لله ما عيناش ودخلنا خارجين، والحمد لله كان يعني كانوا مسهلين فيها بزاف، والحمد لله في بفضل الطاقم يعني الشرطه والجمارك والحمد لله يعني سهلونا فيها. الاجراءات الامنيه والجمركيه تمت في ظروف استحسنها الركاب واحترافيه مختلف الاجهزه العامله في ميناء وهران، كان بمضاعفه طواقم المعالجه وفتح ممرات اضافيه للاستقبال والتفتيش. ملي كملنا البارح سيتي بيان باسي، انا بيان مونجي ومرضت انايا داوني الطبيب، فوت عليا الطبيب عطاني كاشي تاع مال دو مير، وكي جينا علامه فوتونا غايو عاونونا والحمد لله، الحمد لله وصلنا بخير. في تسهيلات غايه كاع الحمد لله، سهلوا علينا كاع الامور الحمد لله، صافي بليزير. كملوا رمضان ونعيدوا مع والدينا والحمد لله، لو فايس سي تري بيان باسي وسهلونا كل شيء وتوتي نيكال. التسهيلات ومثل هكذا مبادرات تزيد من رباط المغتربين بوطنهم خاصة في المناسبة والأعياد. وفي غمرة التحضيرات لعيد الفطر المبارك، تعرف سوق التوارك بولاية إليزي إقبالا كبيرا على اقتناء اللباس التقليدي كالبازان وتيسغنس، لباس يجمع بين الأناقة والمحافظة على الثقافة العريقة. إبراهيم الخير. يحرص المجتمع التركي بالتصيل نزر على اختيار لباس مميز للمناسبات الدينية يجمعه بين الأناقة والمحافظة على الثقافة العريقة للمنطقة. ريت نشري الشاش، وخاصة الشاش يتعدد سواء كان في اللباس نتاعه والله حتى في الكتان نتاعه، وانا من الناس اللي نبغي بار اكزومبل نشري شاش، ماذا بيا يعني كي نشري على الاقل كيما نقولوا 15 متر فما الفوق. حنا جايين درك نحضروا باين نشروا البازام والشاش وانا على سما اللباس التقليديه، واللباس التقليديه هذه ديما حاضرين في العيد، سمعت كل عيد لازم باللباس التقليدي نتاع الاموها. يجي العيد المراه الترقيه تلبس حاجه تقاليد تاعها كيما خباي وتسغنس ملحفه ولقينا الأسعار معقولة. إقبال كبير على اقتناء اللباس التقليدي كالبازام والتسغناس، إضافة إلى تربية النشئ على التمسك بعادات وتقاليد الأجداد. زار مشين يرى والنسن تقليدي الطافن تسلسنا المغنى نتوارون لا سنتي السيدة الموها الطافن تترجلي رادة قنيت اللي ندى الطفن ده غالي صل غالي صل انت عدي أغماها غولي لا سل غالي صل ديبي سار غنجيزنير دشاش الناس درجاز الناس انت سلسل الناس لازم تيطف. الاقتناء الكبير للأزياء التقليدية في كل المناسبات والأعياد ساهمت في تطور اللباس الترقي الذي يحرص الجميع على جلبه ولو من بعيد. تنمويا وفي إطار إعادة بعث مشروع السد الأخضر بأبعاده الاقتصادية الإيكولوجية، شرع بولاية الجلفة في عملية تشجير كبرى تشمل 400 ألف هكتار كمرحلة أولى آفاق 2026. المزيد مع أحمد خير الدين. إعادة بعث مشروع السد الأخضر وتوسيع مساحة الأشجار المغروسة فيه ينتظر أن يصل إلى 400 ألف هكتار بحلول عام 2026، وذلك وفق خطة مدروسة. نسعى لتطوير هذا المشروع الضخم، وقد بدأت العديد من عمليات التشجير بمختلف أنواع الأشجار المثمرة كالخروب، الزيتون، اللوزي والصنوبر. 27% هي حصة ولاية الجلفة من السد الأخضر، أي ما يعادل 1.2 مليون هكتار، الأمر الذي يجعل من هذه الولاية رئة هذا المشروع الكبير. محافظة الغابات تسعى لتجسيد الأنشطة التابعة للمشروع على غرار إعادة تهيئة وغرس الأشجار الخاصة بطبيعة المنطقة. 24 بلدية من بلديات ولاية الجلفة ستستفيد من مشاريع هامة كالمساحات الخضراء والحدائق العامة، وذلك ضمن مشروع توسعة السد الأخضر وفق مقاربة بيئية
التنموية. تقويا تعزيز قدرات الانتاج والاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية المحلية في مسار التنمية المستدامة، هدف تسعى إليه محطة توليد الطاقة الشمسية بولاية عامة تابعة لمجمع سونيلغاز. المزيد مع عبد المجيب شادلي. إمكانات طبيعية هائلة تجعل من ولاية عامة موقعاً مثالياً للاستثمار في الطاقات المتجددة. هذه المؤهلات تظهر في محطة توليد الطاقة الشمسية، والتي تتمتع بقدرة إنتاجية تصل إلى 20 ميجاوات. محطة الطاقة الشمسية ذات إنتاج 20 ميجاوات تدخل في الشبكة الوطنية للكهرباء. من خلال استغلال هذه المحطة إلى يومنا هذا أنتجنا ما يقارب على 267 جيكا واتر. من داخل قاعة التحكم يتم رصد وإدارة عملية الألواح الشمسية الممتدة عبر مساحة تفوق 31 هكتارا. الرقبوا اللي عدنا انديفايونس تاع اي ماتيريال، عدنا الرقبوا لا طونسيون تاعنا اللي خارجه اللي كورون اللي خارجين، الرقبوا لا بويسونس تاعنا اللي نخرجوها في النهار. في اطار البرنامج الوطني للطاقات المتجدده اللي اقرته الحكومه لصالح لفائده سونيغاز بسعه 15000 ميجا وات، دونك وين ولايه نعم هنا استفادت 190 ميجا وات. جهود متواصله من اجل توفير الكهرباء بكفاءه وتكلفه اقل، مع تعزيز الحركية الاقتصادية المبنية على الطاقة النظيفة. تربويا ومن ولاية مستغانم، أكد وزير التربية الوطنية عن انطلاق التسجيل عن بعد في المرحلة الأولى من التعليم الابتدائي الموسم المقبل، مع العمل على تخفيف المناهج والبرامج الدراسية في الطور الابتدائي. المتابعة لنوال الفراجي. منشآت وهياكل تربوية شكلت إضافة هامة لقطاع التربية بولاية مستغانم، تم في تصميمها مراعاة جميع متطلبات التمدرس الجيد لفائدة التلاميذ. المدرسة جميلة ونظيفة وأعجبتني كثيرا، كل شيء هنا متوفر وقد أعجبتنا هذه المدرسة كثيرا. ظروف مهيئة لإنجاح حصة التربية البدنية، والشكر من هذا المنبر لمديرة التربية التي هيئت لنا كل الظروف لإنجاح هذه الحصة. كنا في المدرسة القديمة، كنا في اكتظاظ، كنا في يعني نخدم بأفواج، والآن الحمد لله يعني فتحوا لنا هذه المدرسة. الحمد لله يا ربي تهنينا من هذاك الاكتظاظ، والتلاميذ يلقاو راحتهم. واستكمالا لتعميم اعتماد الرقمنة، حديث في أفق تاريخ الثاني من شهر مايو المقبل عن بداية التسجيل عن بعد في السنة الأولى ابتدائي. سيشرع ابتداء من دخول المدرسة المقبل في تنفيذ وتسييد تخفيف المناهج والبرامج، ونبدأ من البداية، والبداية هي التعليم الابتدائي، وبداية التعليم الابتدائي هو الطور الأول. ما هو الطور الأول في البداية في التعليم الابتدائي؟ هو السنة الأولى والسنة الثانية من تعليم ابتدائي، هذا هو الطور الأول. ولكن بمواد كذلك هناك مواد ما تبقاش، لكن بخصوص مواد الهوية ومنها التربية الإسلامية واللغة العربية، هذه تبقى في كل الأطوار وفي كل المستويات لا مساس بها. ستقلص عدد المواد إن شاء الله، يعني لما يقلص ستؤجل إلى مستويات أخرى ويفقى آليات مدروسة وتم إقرارها من طرف خبراء وليس من طرف الإدارة، يعني إقرارها من طرف المجلس الوطني للبرامج ومن طرف المفتشية العامة. هي إصلاحات تسهر الدولة على تبنيها لرقمنة القطاع وإضفاء الشفافية في التعامل. عقد اليوم وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريب اجتماعا خصص لطي ملف برنامج عدل 2، حيث استحسن النتائج المحققة التي أفضت إلى طيه في 38 ولاية. كما شدد بالعريب على ضرورة التسريع في استكمال آخر المشاريع الموجهة لبرنامج عدل 2 في باقي الولايات ليتم الانطلاق في برنامج عدل 3. وأسدى بالعريبي تعليمات بوضع أجندة زمنية لاستكمال هذه المشاريع، مؤكدا أن الخبرة المكتسبة في إنجاز هذا العدد الهائل من المساكن مكنت المورد البشري من كسب معادلة السرعة في الإنجاز. كما طلب الوزير استدعاء شركات كوسيدير بزالة بالعمش وسودخباب فورا قصد حل حالة جميع العراقيل والانتهاء من هذه المشاريع في أقرب الأجل.
وأمر أبل عربي المدير العام لوكالة عدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لصب جميع شهادات التخصيص المتبقية في غضون الأسابيع القادمة. هذا وتم ببلدية عين عبيد بولاية قسنطينة تسليم مفاتيح 549 وحدة سكنية بصيغة العمومية الإيجاري لتكتمل فرحة المستفيدين قبيل حلول عيد الفطر المبارك. عمر طبال. وسط جو من الغبطة والسرور استلمت 549 عائلة مفاتيح سكناتها العمومية الإيجارية الواقعة ببلدية عين عبيد. اليوم جينا الملك حداد نستلموا المفاتيح، عندي 18 سنة وانا كريم، ورحنا شفنا السكنات نتاعنا، الناس العائلة تاعي راهي فرحانة ان شاء الله، عتبة مبروكة علينا والمستفيدين كامل، ليلة لا توصف ولحظة لا توصف، تسمى اعجز اللسان عن التعبير. كنت كاري والحمد لله باذن الله اليوم فرجت علينا، والحمد لله العقوبة ان شاء الله اللي مازالوا، وحسب ما نتبع في الحصة تاع الصفحات تاع الولاية يعني كاين مشاريع سكنية ان شاء الله العقوبة اللي مازالوا باذن الله. في الاجال القريبة ستعرف عدة بلديات عمليات التوزيع، وذلك استكمالا للبرنامج المسطر من طرف السلطات المحلية. في الحصيلة عندنا حوالي تقدير حوالي اكثر من 2000 سكن رايح ان شاء الله نوزعوها قبل عيد الاستقلال والشباب. كذلك لدينا برنامج طموح على مستوى ولاية قسنطينة، اولا عندنا احصينا يسمى 1226 وحدة سكنية هشة، والتي ستستفيد من سكنات اجتماعية ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله. السكنات العمومية الإيجارية صيغة موجهة لذوي الدخل الضعيف، وتساهم بشكل كبير في القضاء على السكنات الهشة والغير اللائقة. وبولاية جلمة قرابة 300 مسكن من مختلف الصيغ تم توزيعها على مستحقيها، بالإضافة إلى إعانات موجهة للبناء الريفي. المزيد في هذه التغطية لسلمى خواني. هكذا كلل صبر هؤلاء بمفاتيح الفرج بعد طول انتظار لمساكن جديدة تنهي معاناتهم وتحفظ كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم. ولدي عطاو السكنة، كان العيش معايا في أزمة كبيرة، مسكين سكنة واحدة عنده 5 أولاد، والحمد لله يا ربي فضل ربي والدولة. نشكر كل اللي كان مسؤول على السكان الاجتماعي، كنا في ضيق، كنا في أزمة كبيرة، واليوم الحمد لله الواحد يستحق السكن هذا، ورام نفعونا بالسكن هذا بزاف، ونشكرهم على الأعمال اللي رام يديروا فيها. كما يقولوا راهو كيعطونا السكن هذا رانا في رحمة في شهر رمضان هذا. عايشين مع في الدار مع الوالدة، مع الوالدة هي والضيق ودنيا. الحمد لله يا ربي اليوم فرج علينا ربي وعطانا رب العالمين والدولة تاعنا. قرابة 300 وحدة سكنية من مختلف السياغ تم توزيعها بولاية جلمة على مستحقها، إضافة إلى إعانة الدولة الموجهة للبناء الريفي، وهو ما سيسهم في توطين الساكنة بالأرياف وإحداث التوازن التنموي. تسليم 442 وحدة سكنية. بالنسبة لحصة السكن الإيجاري العمومية العمومي فهي تقدر ب 264 وحدة سكنية على مسة مختلف بلدية الولاية، وكذلك قمنا بتسليم 178 قرار في إطار إعانة الدولة الموجهة لسكن الريفي بداية من شهر جانفي إلى غاية شهر ديسمبر. راح نسلمه 5000 وحدة سكنية بمختلف السياق. ويبقى نقص العقار الموجه للبناء هو العائق الأكبر الذي تواجهه هذه الولاية التي تتسم بكونها فلاحية بامتياز. دوليا وفي تطورات الوضع بفلسطين المحتلة، يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم 85 بعد 100، حيث استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي على وسط وجنوب قطاع غزة، فيما وصلت المساعدات الجزائرية إلى العائلات الفلسطينية النازحة بالقطاع راسمة البسمة على وجوهها. مراسل التلفزيون الجزائري من غزة وسام بوزيت. فور وصول المساعدات الجزائرية إلى غزة عبر الجسر الجوي الذي تضمن قرابة 25 طائرة، بدأت وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية الفلسطينية بتوزيعها على محافظات القطاع لتصل إلى أكبر قدر ممكن من النازحين الفلسطينيين لتعزيز صمودهم. والله على طرد غذائي قادم من دولة الجزائر الشقيق، ويعني نشكرهم على دعمهم من الفلسطينيين، إخواننا من قطاع غزة الفلسطينيين، يعني
ونحن يعني بحاجة لهذه المزيد من هذه الطرود كي نغذي أبناء شعبنا ونديهم الطرود يعني. فهذا المخيم بمدينة رفح من بين المخيمات المستفيدة من الطرود الغذائية الجزائرية المليئة بالمواد الأساسية والتي وصلت تباعا إلى النازحين لإنقاذهم من شبح المجاعة والفقر بسبب العدوان. ونحن نقوم بجولة ميدانية حقيقة وجدنا كبت كبير جدا وشعور بالحزن عميق جدا، لكن عندما وجدوا شعار الجزائر وشعار أهل الجزائر وعلم الجزائر حقيقة كانت الفرحة مرسومة على وجوه أهل غزة بأن الجزائر كانت تعاني وعانت مثل ما عانت غزة، فتثمن لكم دوركم المتواصل في دعم جهودنا بالصبر والثبات. شكرا لكم كثير بالنسبة للحاجة اللي جبتوها ودعمكم لفلسطين أهم شيء، وإحنا الحمد لله كنا في احتياج أي مساعدة سواء نقدية أو طرود غذائية أو معنوية، والحمد لله إن شاء الله هيك كل الشعب يكون قلب واحد وإيد واحدة وننصر على الأعداء يا رب. مساندة الجزائر استمرت عبر جمعيات خيرية من شمال القطاع إلى جنوبه بتقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية لآلاف النازحين، إضافة إلى تنفيذ مشاريع زكاة مال الفطر إلى العائلات الفلسطينية. آلاف الأسر ستدخل لابتسامة قلوبها وستصل هذه الزكوات إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة المحاصر. هذا المشروع خصصه الشعب الجزائري دائما وأبدا لمساندة فلسطين، خصص زكاة الفطر هذه تتوجه إلى صالح الأسر التي دمرت منازلها وأبنائنا من الشهداء والأيتام والنازحين. آلاف الأسر بإذن الله تعالى سنصل لها من خلال هذا المشروع. فمن جسور المحبة بين الجزائر وفلسطين إلى جسور التضامن عبر إرسال طرود غذائية إلى مدينة غزة، تؤكد الجزائر دوما أنها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في كل الأوقات وفي المحن أيضا. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. هذا وأشاد مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية عقب صدور قرار مجلس الأمن القادم بحالة طلب عضوية دولة فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة للجنة العضوية بذات المنطقة، وهذا خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي هذا المساء لمناقشة عضوية دولة فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة. ونختم نشرتنا بأجواء السهرة الرمضانية، حيث تتواصل بالمسرح الجهوي محمد بن قطاف فعاليات البرنامج المستطرين بتنظيم حفل إنشادي في مدح المصطفى أحيته عدة فرق أبدعت في الأداء وأمتعت الجمهور الحاضر. يقول عبد المجيب شادلي: وسط هذه الأجواء الروحانية تصدح الحناجر ويتجلى جمال الذكر بأصوات تملأها وصلات إنشادية ومدائح دينية لتعم الفرحة على وجوه المستمعين مستمتعين بسحر الكلمات وجمال الألحان. رانا نجيو لهذا السرح الثقافي ونجيو نسهروا مع وليداتنا ونسمعوا المدائح الدينية، سهرات كانت في المستوى والحمد لله اللي وفروا لنا هذا الشيء في هذا الشهر المبارك. بعيدا عن الروتين العائلة استمتعت اليوم، استمتعت عائلتنا وخاصة الوالدة تعلي عندها قرن وخمس سنين، فرحت كثير كثير وعادلها الشباب تاعها من جديد. الشيء المميز على أنه كان حضور بنات الصحراء الغربية الذين شاركونا هذا الحفل، وكان قبل ذلك إفطار جماعي نظمه الهلال الأحمر الجزائري بمعية السلطات الولائية. فرق من مختلف بلديات الولاية جاءوا ليشاركوا الإذاعة الجزائرية من النعامة هذا الحفل البهيج. قامت الإذاعة الجزائرية من النعامة بتنظيم حفل إنشاد ديني على مستوى المسرح الجهوي محمد بن قطاف في سياق البرنامج المسطر من قبل الإذاعة الجزائرية برعاية كريمة من السيد مدير العام الإذاعة الجزائرية في إطار تنشيط الساحة الثقافية والفنية طيلة شهر رمضان الفضيل. هي فرصة سانحة أيضا لاكتشاف المواهب الشابة والأداءات المتميزة في مجال الإنشاد والمديح الديني. ختام النشرة، شكرا لكم والسلام عليكم. صحفتكم.